وبهي الخميرة رح نتجنب أكثر مشكلة بتواجهنا بصناعة المشروبات الكحولية بالوطن العربي، وهي طعم خميرة العجين السيء اللي بيظهر أحيانا بصناعة المشروبات الكحولية. خلال صناعة المشروبات الكحولية بنستخدم خميرة العجين، لأن الخميرة المخصصة غير متاحة أبدا بالوطن العربي، فأحيانا خميرة العجين بتعطينا طعم جيد جدا وأحيانا بتعطينا طعم سيء جدا. هذا بيرجع لماركة ونوع الخميرة اللي استخدمناها. أما بهي الخميرة الطبيعية دائما رح يكون الطعم جيد ونسبة الكحول جيدة جدا، يعني دائما رح يكون الشراب لذيذ والمزاج عالي. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم زفالوسا. بهذا الفيديو بدنا نحل أكبر مشكلة بتواجهكم أصدقائي عند صناعة المشروبات الكحولية. بس تذكر دائما Don't drink and drive. لا تسوق وانت تحت تأثير الكحول، ولا تشتغل بآلات وانت تحت تأثير الكحول، ولا تشرب كتير. نبلش بالفيديو. أنا زفالوسا بتمنى لكم دائما شراب لذيذ ومزاج عالي. أكثر مشكلة ممكن تواجهنا خلال صناعة المشروبات الكحولية، خصوصا لما نستعمل خميرة العجين، أحيانا ممكن تطلع طعم الخميرة بشكل سيء. هذا بيرجع لنوع الخميرة اللي استخدمناها، يعني أحيانا بيكون في أنواع خميرة طعمها سيء بالفعل، وأحيانا بتكون خميرة العجين طعمها جيد وما رح يأثر على المشروب، وأحيانا كمان بتختلف بدرجة الكحول. يعني ونحن مثل ما بنعرف صناعة المشروبات الكحولية الأساس فيها الخمائر. الخمائر أما موجودة على قشور بعض الفواكه وأهم العنب، أما موجودة بخميرة العجين، أما في أنواع خميرة مخصصة لصناعة المشروبات الكحولية. بس هي أنواع الخميرة يعني صعب جدا إيجادها بالوطن العربي، حتى استيرادها صعب جدا. يعني في كتير من الأصدقاء يعني واجهتهم مشاكل باستيرادها بمعظم الدول العربية، يعني بتوقف بالجمارك وما بيسمحوا بدخول. فمشان هيك نحن بنضطر نستخدم خميرة المخبوزات. بس دائما الحل الأفضل هو استخدام الخميرة الطبيعية اللي موجودة على قشور الفواكه وأهم العنب. هي الخميرة طبيعية ما لها أي نكهة سيئة، طعمها رائع جدا وبتعطينا نسبة كحول جيدة جدا وبتشتغل بشكل رائع. فبهذا الفيديو رح نعمل خميرة من الخمائر اللي موجودة على قشور العنب، نستخدمها دائما، نستخدمها بكل الطرق اللي عملناها بالقناة سابقا وحتى الطرق الجديدة. فشو بدنا لحتى نعمل هاي الخميرة؟ بدنا نص كيلو عنب، والعنب يكون مو مغسول. يعني مثل ما انا حكيت باكتر من فيديو رح ارجع احكي، في على قشور العنب هي المادة البيضاء. هي المادة البيضاء هي الخمائر، هي هي اللي بتتغذى على السكر وبتنتج لنا كحول. هي ما لازم نغسلها، يعني لازم تضل على قشور العنب. طيب ممكن يكون العنب مرشوش بمبيدات، كيف بدنا نتجنب هذا الموضوع؟ هلا اول شيء انت اذا بتقدر تضمن هذا الموضوع انه ما يكون مرشوش بمبيدات بيكون احسن بكتير. بس اذا انت مو ضامن هذا الموضوع، بتقدر تشوف العنب يعني على عكس الشائع. طبيعي لما بدك تجيب عنب بتروح بتنقي عنب ما فيه اي مشاكل، كل حبات العنب سليمة، ما فيها اي نقط سوداء، ما فيها اي يعني حفر او اي مكان اكلته الحشرات. فبهي المرة بدنا نجيب عناقيد عنب يكون بعض الحبات يعني اكلتها الحشرات، بيكون في ثقوب باينة معك اكلتها الحشرات. طب ليش؟ لان بما انه الحشرات اكلة من هذا العنب، فيعني انه ما في عليه اي مبيدات وصالح للاستخدام. فنحن شو بنعمل؟ بنجيب نص كيلو عنب وبنعمل له بس هيك مره واحده بالمي لحتى تنزل الاتربه فقط منه، بس بيبقى الخميره موجوده. فرح نعمل بكل عناقيد العنب نفس الموضوع، بس هيك غطى بسيطه بالمي. فبعد ما غسلناهم بالمي مثل ما شفنا بشكل بسيط، بدنا ننقي الحبات كلها، اي حبه باينه متعفنه او فيها اي مشاكل نشيلها ما بدنا اياها، وطبعا بدنا نفرطهم كلهم، ما بدنا ينزل معنا اي عنقود يعني من العناقيد، نفرطهم
كلهم لحتى نعصرهم. فرح افرطهم وارجع لكم اصدقائي. اصدقائي هيك فرطتهم وشلت الحبات الخربانه، هلا بدنا نعصرهم، بس نعصرهم بايدنا، ما بصير نعصرهم بالخلاط او شيء يفرمون فرم، لان ما بدنا القشور تتنتف، يعني بدنا القشور تضل مثل ما هي، لان القشور ما رح تكون جيده خلال التخمير. رح نعصرهم منيح كتير، ولما اخلص عصير اصدقائي رح اتابع معكم. هلا هيك عصرتهم، هلا شو بدنا نعمل؟ هلا بدنا نحط كم نقطة ليمون، مو اكتر، يعني 4-5 نقط بكفوا. الليمون منيح كتير لعمل الخمائر. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نتركهم فقط 10 دقائق على هي الحالة، بعد 10 دقائق بدنا نصفيهم ونحطهم بالقنينة. اوكي اصدقائي، هلا تركناهم 10 دقائق، هلا بدنا نحطهم بالقنينة او العبوة. بدنا نصفيهم كتير منيح ونحط العصير فقط. فانا رح انقلهم اصدقائي وتابع معكم. اصدقائي صفينا العنب كتير منيح وحطينا العصير هون، هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نسكرها طبعا مشان ما تاخد اكسجين. هلا رح نتركها ونرجع بعد 24 ساعة. في حال بعد 24 ساعة كان البالون منتفخ وفيه غازات، هذا يعني انه الخمائر شغالة ورح نقدر نستخدمها بجميع المشروبات الكحولية. اما اذا كان البالون مش منتفخ، يعني الخمائر مو شغالة او ما كان في اساسا خمائر على العنب، كان مغسول يعني، او في اي مشكله، نحن بنتاكد من هذا الموضوع انه البالون انتفخ. لما البالون ينتفخ بنقدر نستخدمه. اصدقائي هلا هيك بعد 24 ساعة مثل ما شايفين البالون منتفخ، يعني في غازات، يعني في خمائر، والخمائر فعالة بتقدر تستخدمها فورا. اذا انت عم تعمل مشروب وبدك تستخدمها بتقدر تستخدمها فورا، ما في اي مشكلة. اذا بدك تخزنها لمشروبات تانية بتقدر تحطها مثل ما هي على نفس الوضع بالبراد. طب شو الكمية اللي بدك تستخدمها؟ اذا عم تعمل لتر، لكل لتر بتقدر تحط فنجان من هذا العصير، كل لتر بتقدر تعمل فنجان من هذا العصير. وهيك بيكون طلع معك مشروب رائع جدا بدون طعمة الخميرة اللي بتطلع احيانا من خميرة العجين، بتعطينا طعم رائع ونسبة كحول جيدة جدا. ولاصدقائي اللي حاليا عم يعملوا النبيذ من العنب، يعني من خميرة العنب الطبيعية، في فيديو انا عامله قبل حوالي سنة، بتقدر تعيد استخدام الخميرة. يعني انت لما تفضي عبوة التخمير ويبقى معك الرواسب، هي الرواسب خمائر، بتقدر تضيف اي مشروب فوقها وتخمره، او بتقدر تاخدها وكمان تحفظها بالبراد او بالتلاجة لحتى تستخدمها مرة تانية. وهيك اصدقائي خلصنا من موضوع نكهة الخميرة بشكل نهائي. بس بدي منكم خدمة اصدقائي، يعني هذا الموضوع لان بده يكون شخص عايش بالبلد وبيعرف الانواع المتواجدة، يعني صعب جدا. فكل شخص منكم اصدقائي عمل مشروب كحولي بخميرة عجين وكانت النكهة جيدة جدا، بتمنى يكتب بالتعليقات بأي بلد عايش وشو نوع الخميرة اللي اشتغل فيها وكان طعمها جيد. بتمنى لكم دائما أصدقائي شراب لذيذ ومزاج عالي. أي سؤال بدكم اياه سألوني اياه بالتعليقات وأنا أكيد رح جاوب عليه بأسرع وقت. باي.